وانهار طير جارح. إلو عدة أسماء، حجمه بكبرش، صاحبه بدوش إياه، قاصص جنحانه فأعطانا إياه، ولما يكبروا جنحانه بدنا نطيره، وحتى كاين قاصص من كارو الله العليم، وبس يصير في مجال إلو إنه يطير بدنا نطيره. اطلع 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 اطلع، تخافش. أيوة شاطو، تخافش. طبعا هاد حجمه بكبر كمان شوي، هاي حتى حطيت له سلك بيده، شايفين بدنا نفكر له السلك بلاش يصير معه تحشر في الدم. حلو، هذا النوع اللي عندنا، في نوع جبلي زيه بضل في الجبال بيحكوا له الله العليم باز، بيختلف شوي عن هذا اللون. وفي هذا النوع، هذا اكثر شيء بعشش وين في الكرميد، في ال بكون في الحيطان في زي غرف صغيره هيك زي شبابيك، فهذا بعشش فيها. لا يرجعوا طبيعي لانه باقي قصصهم، ونطيروا طلع محلى صغير. بس هذول عندنا بعشوش، حدا بيعرف يربيهم بصراحه. تعال خايف مش بنقص له السلك، شايفين كيف السلك المحطوط على جروه، سلك قوي، نجيب قطاعه ماضي ونقص. لا هاي بلاش يطلع له جنحان، لسه مقصقص كاي. نشوف بس يصير يعرف يطير وفي صيد كمان. احنا نجيب له اشي عايش نحط له اياه بقفص، يصير هو ينزل يصيد ويمسكه عشان يتعود. خلاص حطوه بالقفص جاهز.